كوش ماجد، هناك ثلاث فرق من إفريقيا في نصف النهاية وفريق من آسيا، ما هي الفوارق بين اللاعبين العرب الأفارقة واللاعبين العرب الآسيويين من ناحية اللياقة البدنية ومن ناحية الاستعداد النفسي والروح القتالية كما رأيتم ذلك؟ هذا سؤال جيد ولكن صعب. سأبقى في زاوية الغموض هنا، لأن اللاعبين لديهم ميزاتهم ونقائصهم، واللاعب الإفريقي إن كنت سأعطي تفصيلا هنا هو أن لديه هذه اللمسة التقنية الإضافية ولديه هذه الهبة الطبيعية من حيث أنه يكون من الناحية التقنية جيد. اللاعب الآسيوي الأمر يتوقف عن البلدان، ففي آسيا فهناك ثقافات مختلفة واختلافات في الثقافات بشكل كبير، ومن الصعب أن أجيبك هنا، ولكن لكل منهما ميزاته ونقائصه. وكما ترون فثلاث فرق إفريقية وصلت إلى نصف النهاية في المربع الذهبي، وهنا جودة هنا في إفريقيا، ثم قطر أصبحت في نصف النهاية، وقطر أيضا بطلت آسيا. إذن الفريق الأفضل هو الموجود من آسيا، وأفضل الفرق العربية هنا مع هيمنة إفريقيا حاليا. ولكن بالنسبة لكأس العرب، هذه وهذا الخليط بين الأسلوب الآسيوي والأسلوب الإفريقي، ومن الصعب أن نقارن. لا نريد هنا أن نوعا ما ننقص من أي منهما.